أخبار اليوم. إن شاء الله في التنفيذ هتكون إطلالة جديدة
من مصر على عالم المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي بنتمنى إن شاء الله إنها تظهر وترتفع وتليق بدولة في حجم مصر وعراقتها. بنتمنى للسيد الوزير والسادة كبار المسؤولين في وزارة الاتصالات كل التوفيق، وبنأمل إن شاء الله إن البروتوكول يعني اللقاء النهاردة الخميس، عندنا جمعة نبدأ يوم السبت إن شاء الله بإذن الله في خطواته، وأنا بشكر